20 يومي 29 و30 من سبتمبر الماضي على مستوى الرمل البحري التابع للواجهة بمشاركة عدة وحدات عائمة لقواتنا البحرية. بهذا الصدد كذلك وزارة الدفاع الوطني تكذب هذا الخبر وأكدت في بيان لها أنها أخبار مغلوطة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وعناوين الصحافة الوطنية، وتؤكد بأن التمرين البحري المذكور والذي تم تنفيذه بنجاح كبير من طرف الطاقم الغواصة جرجرة لم يسجل خلاله أي حادث يذكر، بما في ذلك الحادثة التي تطرقت إليها هذه الوسائل الإعلامية. من جهة أخرى تدعو وزارة الدفاع الوطني مختلف وسائل الإعلام الوطنية للتقرب من مصالحها المختصة قصد التحقق من صحة مثل هذه الأخبار قبل نشرها تفاديا لتغليط الرأي العام.